بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتب علينا يا أكرم الأكرمين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. ندخل مباشرة إلى الحوار في هذا اليوم المبارك السعيد، وكما وعدناكم في ختام هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نقدم لكم رقية شرعية لمن هو مصاب بداء المس الشيطاني خصوصا في رمضان. وأذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد المشاركة: 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-72-50 أو 51-52. وفي رمضان كما جاء في الحديث النبوي الشريف أن الشياطين ومرضة الجان تصفد بالسلاسل والأغلال، لكن الكثير من الناس يتساءلون هل حقا ما ورد في هذا الحديث هو على وجه الحقيقة أم على وجه المجاز؟ ما معنى أن الشياطين ومرضة الجان في رمضان تصفد بالسلاسل والأغلال؟ ولماذا نرى عدد كبير من الناس خصوصا النساء في مقتبل العمر، وخصوصا اللواتي عندهن اضطرابات نفسية ومشاكل وهموم، يصابن بهذا المس الشيطاني في رمضان؟ سوف نحلل هذه القضية ونناقشها، وفي ختام الحلقة بإذن الله تعالى سوف نقدم رقية شرعية مختصرة تكون إن شاء الله تعالى شفاء للأمراض والأسقام. فأقول لكل من هو مريض بمرض المس الشيطاني أنه يعد إناء من الماء يكون بجانبه، حتى نقول في ختام الحلقة نتلو آيات قرآنية وأذكار ربانية وصلوات على خير البرية تكون إن شاء الله تعالى شفاء من كل الأمراض والأسقام. والآن نفتح خطوطنا إليكم جميعا لمن أراد التواصل في مختلف القضايا الاجتماعية والنفسية، وخصوصا الفضفضة للمشاكل التي يعاني منها الإنسان. خطوطنا أذكر من جديد: 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-72-50 أو 51-52. ناخذ أول مكالمة من إقليم الخميسات مع الأخت ليلى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سير أستاذ طيب قريبا، لبس عليك. حياك الله للا. ربي يخليك أستاذ، راني فرحانة بزاف. أستاذ من قبل الخط اليوم. أكرمك الله للا ليلى. ربي يخليك أستاذ، عرفتي أستاذ النهار اللي بديت يا أستاذ وأنا كنحاول. مرحبا بك للا، مرحبا بك، وكنشكرك على هذه المشاعر الطيبة. ربي والله أستاذي اللي راه ديما نهار ديتي يا أستاذ، ممكن وقيله مرت وقيله جوج مرت، ممكن أنا يومين أستاذ نتبعك. شكرا لك، شكرا لك، حافظك الله ورعاك. أستاذ ما كاينش أستاذ النهار اللي غادي نفوتو بلا ذيك أستاذ، ما نقدرش الناس بلا ما نسمع لك أستاذ. جزاك الله ألف خير، جزاك الله ألف خير. ربي يخليك أستاذ، الله يجازيك بخير أستاذ، ربي يخليك. كنشكرك على هذا البرنامج، الله يجازيك بخير، كتقدمنا بزاف الحمد لله وعينا من فضلك، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. كل ما صراحة رحنا فرحانين بك أستاذ. الله يكرمكم في الدنيا والأخيرة للا، الله يفرحكم بدخول الجنة يا رب يا كريم. أستاذ يا ربي أمين، أستاذ يا ربي أمين. أستاذ بغيت عرفك نقدم لك شي أسئلة، الله يجازيك بخير. مرحبا. المهم أول أستاذ، أول سؤال بغيت نقول لك على الأعراض ديال المس. نعم. ياك أستاذ، سميتو أنا عندي سميتو هذا
في الرحم ديالي كنحس به بحال سميتو بحال كيتمشى فيه النمل. اياه ياك استاذ تبارك نعرف واش هذا هو اعراض المس ام لا. يا اختو ليلى انت متزوجه ام لا؟ لا استاذ لا انا 21 سنه ما تبارك لا الله. غير متزوجه. تبارك الله تبارك الله ربي يخليك استاذ علي خطيك. وما كتشعريش بشي اعراض اخرى من غير هذا النمل اللي كاين في الرحم؟ لا غير هذا استاذ غير هذا الحمد لله راني في صلاتي بكل شيء الحمد لله استاذ الحمد لله. ولا سمعتي القران الكريم واش كتشعري بنوع من ارتياح ولا بعض المرات كيوقع لك نفور؟ لا لا استاذ ما كنفرش من القران الحمد لله راني كنلقى قريبا نختمو ان شاء الله. تبارك الله تبارك الله. واذا اختي ليلى ناكد لك بان هذا ماشي مس، هذا مجرد شي حاجه اخرى طبيه، لان المس من اعراضه ان الانسان كاين الرحم كاين اللي كيتركز في الرحم، خصوصا بعض العيالات بعض المس الشيطاني كيمشي يتخبى عندهم في الرحم، ولكن كاين اعراض كثيره باش نقولوا بانه مس. لما خاص لابد الانسان ان مره يسمع القران الكريم كيشعر بالنفور ما كيبغيش، ثم انه دغيا كيغيب كيسخف وكيفقد الوعي. اما انسان كيقرا القران الكريم وعنده ختمات وبكامل الوعي العقلي ديالو فهذا ليس من اعراض المس، هذا ربما غير شي حاجه طبيه ان شاء الله تعالى بالشفاء العاجل باذن الله. يا ربي امين. شكرا استاذ. الله يجازيك استاذ واحد السؤال اخر الله يجازيك بخير. نعم استاذ، انا ملي كنصلي الصلاه ديال الفريضه او النوافل او كندير بقيه الصالحات. نعم ياك استاذ سميتو كنختم بآية الكرسي. أيه. ونقول هو الله احد ثلاثه المرات، واش حتى النوافل والفريضه زعما لا حرج زعما نقرا آية الكرسي ثلاثه الخطرات ونقول هو الله احد ثلاثه الخطرات؟ هي في السنة النبوية الشريفة هذه الأذكار تكون عقب الصلاة المفروضة، هكذا كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. لكن إذا الإنسان بغي يعاودها في النوافل فهو الزيادة في الأجر والثواب، فلا مانع من ذلك، لأن كل أذكار هو استغفار وتهليل وتكبير وتسبيح وتلاوة لآية التحصين، خصوصا سورة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، هو كله خير في خير. لكن الوارد في السنة أنه يكون عقب الصلوات المفروضة. تقبل الله منك ليلى وزادك الله خيرا وبركة، ونعود نأكد لك بأنك ما دمت مجتهدة في البقية الصالحات عقب الصلاة فأنت ما عندك مس نهائيا، لأن صاحب المس كتجي هذه البقية الصالحات ثقيلة على النفس. شفاك الله وحافظك ورعاك. ثم نتحول من الخميسات إلى ورززات مع الأخت كوثر. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل منا الصلاة يا ربي، وكنشكرك بزاف على البرنامج ودائما كنشكرك صراحة، يعني مواضيع رائعة جدا. أكرمك الله. عندي لك جوج أسئلة دكتور قبل ما ندير المداخلة ديالي. مرحبا. واحد السؤال يعني سبت واحد السيدة بغات نسولك يعني ذكر البرد ديالها، قالت لي يعني ياك ما الصيام ديالها دايز ولا لا؟ البرا؟ فين كدوق البرا، واش في العضله ولا في العرق؟ وما عرفتش غير قالت لي درت يعني البرد ديالها. لان الحقن البرا كندوق الحقن الا كانت في العرق هي مفطره، الا كانت في العضله غير مفطره، لان في العرق كتمشي. قال لها يعني الدنيا هانيه غير يعني الصيام داز، ولكن بغات تسول. اي دابا الان الى كانت في العرق وقع لها شك، دير القضاء باش تحيد الشك نهائيا، انها بعد رمضان باذن الله تقضي ذلك اليوم، وغادي يكون ان شاء الله عندها اجران باذن الله تعالى ان شاء الله. والسؤال اخر دكتور، يعني منين نحصل يعني من الجنابه، يعني واش يعني غادي نصليو داز بحال الظهر داز 15 دقيقه ولا شي حاجه عاد تودينا، واش ممكن نصليو يعني داك الصلاه اللي فاتت يعني نتوضاو من الحيط؟ نعم، المراه اذا طهرت مثلا قبل الظهر فقد وجب عليها الغسل مثلا لصلاه الظهر، والصبح راه مشى ما كان ديك الساعه في حكم المراه الحائض. فالصلاه اللي دركناها وحنا طهرنا واغتسلنا هي اللي هي وجبت علينا، اما اللي قبل وباقي مازال دم الحيض باقي ما تاكدناش منه او حتى في مرحله الشك فهو ساقط عنا متجاوز، حنا كنصليو غير اللي تاكدنا بان طهرنا من دم الحيض، كنمشيو نتوضاو ونغتسلوا وكنصليو ديك الصلاه التي ادركناها. ان شاء
كوثر ربما انقطع الخط. كوثر نتمنى أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية، ثم نبقى في ورزازات مع الأخت لطيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيداير أخويا لاباس عليك؟ ولله الحمد. مبروكين عواتك أخويا. أكرمك الله لالا. لا عطيك السرعة على بغيت نسولك واحد الفتاة والله يحن عليك أخويا. يا مرحبا. عفاك كانت هذيك السيمانة الفايتة كنت في العادة الشهرية. نعم. وسالت. نعم. سالت بشي سيمانة بحال هكاك نهار الأحد تقريبا. نعم. ومن الأحد اليوم وشي صحة شك يهبط مني أسود. أييه. واش هاد الشيء واش هاد الشيء إذا يدوز الصيام ولا لا؟ لا كنصلي كل صلاة كنتوضى ونصلي. نعم. مين باغي نسولك أنا عاوز الصيام. نعم لالا هذيك تسمى ما كتسماش حيضه، كتسمى استحاضه. الحيضه العاده الشهريه عندها توقيت محدد معتاد يتكرر دوما، لكن بعض المرات بعض العيالات عندهم واحد مشكل في الهرمونات اما بسبب اضطرابات نفسيه او قلق او توتر او اجهاد، فكيخرج منهم واحد الماء اخر دم اخر، وهذا الدم هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا الصحابيه الجليله بنت حبيش زينب بنت حبيش، قال لها ذلك عرق انفجر، عرق انفجر دم، فتوضئي لكل صلاة. المرأة إلا جت الاستحاضة يعني بعد مرور المدة الأيام المعتادة في الحيض ثم اغتسلت وبعد من بعد لقات مازال باقي الدم كيخرج منها أو أشياء غريبة كتخرج منها، ماذا عليها أن تفعل؟ تتنظف ثم تتوضأ لكل صلاة، تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، وقد تكون أثناء الصلاة كتصلي وكتشعر بأن هناك دم يخرج منها فلا بأس تكمل الصلاة ديالها. هذا بحال حكم سلس البول أو سلس الريح، وكذلك الاستحاضة حكمها أن نتوضأ لكل صلاة. شكرا للا لطيفة. معنا مكالمات كثيرة على الهواء، نأخذ مكالمة أخرى. ننتقل من ورزازات إلى الدار البيضاء مع الأخت عزيزة. السلام عليكم سي قريبه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عواترك مباركه ان شاء الله. اهلين وعليكم وعلى جميع المسلمين. الله يجازيك بخير على هذا البرنامج كنستافدوا منك بزاف. اكرمك الله. الله يجازيك بخير شكرا. بغيت غير نسولك الله يرحم لك الوالدين، دعي لي مع واحد الزوج ديالي، الزوج ديال الاخت ديالي. نعم. عنده واحد العمليه صعيبه وصعيبه بزاف خطا ان شاء الله. الله الله. نطلب لك الدعاء دعي معاه الله يجازيك بخير. لا اله الا الله. يا عمليه صعيبه قالوا لي صعيبه بزاف، بغيت الدعاء ديالك الله يجازيك بخير. ما شاء الله ما شاء الله، الله يشافيه ويعافيه. ونقول للسادة المستمعين الكرماء، هذه اختنا عزيزة قصدتنا زوج اختها غير عملية جراحية اليوم الخميس وغدا الجمعة يوم معظم عند الله، ونرفع اكف الدرع الى الله جميعا وندعو له بالشفاء في هذه الليلة الطيبة. يا الله الاحباب صلوا العشاء وصلوا التراويح ولا زالت متوضئين وجباههم ساجدة للرحمن، فنقول اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، قصدناك في هذه الليلة المباركة أن تشافي وتعافي هذا السيد، اللهم شافه وعافه، اللهم شافي هذا المريض، اللهم شافه وشافي جميع مرضى المسلمين. رب الناس أذهب الباس، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم شافه وعافه وطبه في الغيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نتحول من الدار البيضاء ونرحل إلى أكادير مع الأخت خديجة. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. لالا خديجة مرحبا بك. بارك الله فيك، أحبك الجنة وملائكة الرحمن إن شاء الله. اللهم أمين على هذه الكلمات الطيبة، اللهم أمين. شكر الله لك، شكر الله لك. وإياكم إن شاء الله. والدكتور عيط لك اليوم لأنه عندي واحد مشكل، هو كنحس به، هو ما عرفتش حتى كيفاش نعبر. عندي مشكل مع لوسي. نعم. انا متزوجة صافي 4 هادي وعندي وليد عنده عام ونص. تبارك الله. بارك الله فيك. وانا ساكنه مع عائله راجلي وانا البنت الوحيده، يعني بحكم انه
خالتي توفات الله يرحمها وسالعه، وبقى غير عمي الحاج وانا وحدي وسط 6 دراري ما شاء الله. الواسي الوغ واحد في الواسي عنده كتجي عند واحد النصرانيه للدار. نعم. على اساس انه يعني كل شيء تيقول انه مرته. نعم. ولكن في حقيقه ماشي مرته. وانا هاد المهم هاد سنوات كامله كانت كتجي كنجلس معاهم يعني بحكم انه عند بالي انه هي مرته. مي هاد السنه هادي فاش جات وعرفت انه ما عندهم حتى شي علاقه مع بعضياتهم وهو كي جاني لو تراك. ما شاء الله ما شاء الله. يعني تيعاشرها معاشره الزوج لزوجته. لا حول ولا قوه الا بالله. قلب الدار. وانا فاش وقعت فاش عرفت انه ماشي مرته اضطريت انه نمشي لدارنا. وفاش لوسي سول الراجل قال لي علاش مرتك ما بقاش جالسه في الدار وديك الشيء قلت له قال له لحقاش انت عارف شنو كاين شنو كاين. نعم بيت الزوجيه خصو يبقى محترم وتكون في قداسه. لانه انا ربيت في دار انه ما نقولكش الحمد لله دار اسلامي 100% وكنحمد الله ونشكره على تربيه والدي ليا وكل شيء الحمد لله. ولقيت النقيض في دار راجلي يعني لا عراق. ما شاء الله. نحن عندنا بلاصه خاصه بالصلاه وكنتجمعوا الا ما قادش الوالد ديالي يمشي للجامع وخوتي كيكون صف الدرجال وانا والوالده ديالي واختي وراهم فهمتي. تبارك الله تبارك الله. الحمد لله ربيت على هذاك النقاء والصفاء وذاك وسميتو وما والروح ديالي ونفسي ما استغرتش انه نبقى في دار كيتهزت فيها عرش الرحمن. لا اله الا الله. معني ما يتسالك الا هذه غير اسلاميه نظيفه. الوغ المهم فاش هو عرف علاش ما بقيت باغا نجلس في الدار ما بقاش كيهضر معايا نهائيا. وانا عارفه بانه المسلم الخو المسلم ما خاصوش يفوت 3 ايام ما يتهضروش. نعم. وما عرفتش واش انا عارفه راسي انه ما خطاتش لانه انا ما بغيتش نجلس واحد الدار كيسخطوا على الله والملائكه ايضا. نعم وهذا مزيان الانسان كيهجر كيهجر المكان اللي فيه المعصيه. ولكن مع حكم راجلي ما يمكن ليش يفارق الوالد ديالو هو اللي بقى الله يبارك في العمر ديالو ويخليه ليه. انا يعني مواتي كنجلس في دارنا وكنمشي علاش كنمشي لانه ديك الدار فيها راجلي يعني كون ما كانش فيها راجلي ما نمشيش ليها بالمره. ما شاء الله. ودابا ما عرفتش فاش كندخل الدار وكنشوف التصرفات ديالهم معايا يعني بحال كينيغريوني ولا كيتصافوا معايا بوقاحه وهكا تنقول لا جيت انا اصلا لهنا. وعاوتاني كنفكر تنقول لا راجلي هنايا انا حايره ما عرفتش واش نهضر مع ديك السيد وندير بحال انا اللي خاطئه ونقول له اسمح لي ولا نخلي الامر كما هو راك عارف يعني الشهر ديال المغفره والرحمه وما بغيتش انا تكون واحد الغولاسيون اللي هي خايبه سيرتو مع ما ولدي ماشي. نعم شركتي معهم الدم واللحم دابا اللي كاين لاله خديجه هو انك تدخلي بمبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلمه الطيبه. هاد العائله زوجتك تقول لي بان هذا امر يسيئني ويسيء الى الاسره ويسيء الى 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 دين الاسلام بالكلمه الطيبه بان هذا لا يليق. ربما انت اسره متدينه جابك الله وسط هذه الاسره باش تكوني كسبب في الهدايه والرشاد والتنوير لان بعض العائلات ربما افرطوا في الحريه حتى ولا هذا امر معتاد معتاد ان الشاب ديالهم كيجيب الصديقه ديالو ويعاشرها معاشره الزوجات وكان شيئا لم يقع ولات هذه تربيه وتقاليد سار عليها بعض الناس. فربما الله تعالى هاد الناس بغى يرحمهم الله وجابك ليهم وزرعك بيناتهم باش تكون انت هي الموجه وتكون انت هي المرشد غير بالكلمه الطيبه. طبعا غتلقاي الصد غتلقاي الرد غتلقاي العناد لا باس من ذلك. ونعود اعيد الكره مره ثانيه وثالثه ورابعه حتى تستقيم الامور. اعتبري نفسك بانك معلمه أو مدرسة في واحد البيئة معينة تلقنيهم مبادئ هما عارفينها لكن خاصهم التذكير. راه كل شيء عارف الخير والشر والحق والباطل لكن القرآن الكريم قال لنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي نوصيه اليوم غدا وبعده
وإن شاء الله تعالى الخير يأتي على يديك والصلاح يكون إن شاء الله أنت صاحبته وربي يجمع بينتكم في الخير والبركة. وغنبقوا في أكادير مع أخونا حسن. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم سي حسن. سلام سلام ورحمة الله معك سي. مرحبا سيدي حسن. مرحبا حياك الله. نعم سي طيب كنشكركم على هذا البرنامج وعواش المباركة. الله يبارك فيكم أمولاي. كنشكرك على هذا البرنامج كنستفد منه بزاف. الله يخليك. عندي واحد سؤال. نعم. كان عندي واحد نادر كنت خديته من شحال هادي وانني غادي واحد الحاجة درتها بيني وبين المهم قلت مع راسي طلبت الله تعالى في واحد المسألة وقلت لها تقطط لي انني غناخذ واحد الأضحية وغادي نتصدق بها على المساكين وكذا. كنت خديت انني نذبحها بشي جيد بحال هكا ونديرها صدقة. تبارك الله. هذا نية حسنة. نعم. مؤخرا كاين واحد عندي واحد الأخ ديالي متأزم شوية وعنده وليدات وكذا. نعم. فكرت قلت لا أنا حولت هاد النذر هذا اللي كنت خديته نأخذ ليه مثلا نعطيه ليك أضحية في العيد المقبل إن شاء الله. هيك ما عندي شيء إثم في هذاك الشيء ولا عندي شيء حال. لا إن شاء الله تعالى غادي يكون بالعكس غادي يكون أفضل لأن الصدقة كلها مطلوبة ولكنها في المقربين أولى. وهاد النذر هو غير محدد في المدة ما قلتيش هاد الشهر أو الشهر الجاي هو نذر يوما ما. أنا فاش كنت خديت قليل صغير ناخذ الصدقة بحلقة أنهم نعطي مثلا الناس بحلقة يتجبعوا كذا هذا هو اللي كنت خديت. ولكن مؤخرا فاش بحلقة قلت ربما أنا في نظري هاد الشيء اللي قلت بغيت نتأكد. نعم هذا الشيء حسن إذا كان الأخ ديالك حتى هو من الفقراء ومحتاج ف الصدقة في المقربين أولى. لماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الغريب صدقة والصدقة على أولي الرحم صدقة وصلة له كأجران. هذا هو اللي خلاني أنا حيت فعلا واخا هو ما تشكاش وما قالش لي شي حاجة ولكن أنا كنشوف الحل ديالو. وهذا هو المسكين قال سيدنا رسول الله هو راه خدام على قد الحال وكذا ولكن نعم. انا حاسس به وعارف الانسان راه لا اله الا الله الله يحسن عوال نعم. ما كون قدرنا اكثر من هذاك الشيء كون راه الانسان راه يدير نعم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا واحد الكلمه قال لنا ليس المسكين من ترده التمر والتمرتان ولا اللقمه ولا اللقمتان ولكن المسكين من لا يجد غنى يغنيه فيفطن له فيتصدق عليه. هو راه خدام لكنهم ضرب مع الزمان وحنا كنعرفوا بانه محتاج فكنمشيو نعطيو هذه البركه هو اولى من غيره. تمام الله يجازيك بخير ان شاء الله تعالى. عندي واحد المداخله اخرى بغيت نقولها. مرحبا. كنستمع البرامج تقريبا كلها وكنستمع لذاك البرنامج اللي كيكون الجمعه ديال قلوب رحيمه وكذا وبغيت الو كتسمع سيدي. بغيت نوصل واحد رساله لبعض الاخوان. نعم. كيكونوا محتاجين وكيكونوا هذا. انا من تجربتي نعم. انه راه الانسان والله ما اشتهي كمن كلمني الانسان كيدي غير الفريده ديالو نعم. ويرفع الاكف للدار على الله تعالى نعم. بلا ما يطلب حتى شي حد راه الله تعالى كيدير الحل وهذه نعم. من تجربتي أيوه. مره تتازم ولا تنوقع في شي حاجه كنطلب الله تعالى وكنقول يا ربي من عندك انك انت كتشوف حالي وكتشوف هذا واللي فيها الخير يقدمها الله تعالى راه الله تعالى راه ما كيخيبش الانسان حقيقه نعم. صدقت خويا حسن. إنسان اللي كيتأزم كيتوجه إلى بارئه وخصو يستنكف عن الناس أنه ما يطلبش الناس. إنسان خص يطلب الله جل جلاله وربي عز وجل هو يسخر له الناس وإن شاء الله تعالى ربي يغني من فضله لأن الله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن بعض الناس للأسف إما كتلقى كيتشكى بزاف إما كتلقى كيبكي بزاف وإما كتلقى كيتوسل إلى الناس. فالمؤمن خصو لابد يتوجه إلى رب الناس اليوم وغدا وبعده ويرضى ويقنع وبالتالي ما هي إلا مدة قصيرة حتى ينزل عليه الله تعالى الرحمات والبركات ويغنيه من فضله. نتحول من أكادير وغادي نمشيو لسيدي قاسم مع السي الحسين. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله السي الحسين. حياك الله الشيخ ديالنا والأستاذ ديالنا. أكرمك الله مولاي. مالك إذاعة ميد راديو. الله يحفظكم أخي الله يحفظكم. وجهكم مبروكة. علينا وعليكم. مازالت كبير خفت عندي واحد السؤال. نعم. على التيمم شحال واحد ما عارفش بالله راه كاينة الضربة الأولى والضربة الثانية. نعم.
يعني بغيت كانت تشرح يعني تشرح يعني شحال ديال الواحد ما عرفش هاد المسائل هذه تشرحها لينا الله يجازيك بخير. اييه وبغيت الله يجازيك بخير نستفسر معك في واحد الموضوع. واخا مرحبا. الله يجازيك بخير عندي واحد المشكل ديال الناس ما كناش مده طويله. نعم. يعني هذه شي مده 14 عام هذه ولا 15 عام. الله الله الله. انت عندك الارق اذا. اللي ما كناش عنده الارق. مشيت اطباء اختصاصيين تفوش بعض الاطباء على شو درت الشبكه على راسي درت الرقيه جا واحد السيد يعني واحد الفقيه بحال يعني بحال وجهك بحال كذا ودار لي الرقيه قال لي ودي راه ما عندك حتى شي حاجه. نعم. لدرجه الافكار ديالي تنقيدها في الدفتر ديالي باش ما تشغلنيش في الدماغ ديالي ومع ذلك يعني كنشتغل باش كنتعب زعما وندير رياضه وساع والو ما فهمتش. ما شاء الله ما شاء الله. اكيد السي حسين ربما انت كيقولوا ما بوغني شو واحد مشى لواحد المساله وسد عليها راسه ربما عندك خط الزمن خط مستقيم يسير غادي الماضي والحاضر والمستقبل وبعد مرات شي واحد الحدث وقع في الماضي وبقى الانسان تما جالس عنده كيفكر فيه اليوم وغدا في اللاشعور ديالو وبقى كان الزمن توقف عند هذه اللحظه وهذا الانسان كيبقى يفكر اليوم وغدا وبعده من بعد كيوقع له الحريق في الدماغ ومن بعد كيجي الارق وكيمشي النوم واخا كتمشي عند الاطباء كيدير ليه الشبكه كيقول لك الدماغ ديالك سليم كيعطيك ادويه هاد الادويه على نوعين الدواء قبل الطعام كيفتح لك الشهيه حيت عاده اللي عنده هاد الحاله ما كياكلش والدواء اللي بعد الطعام كيجيب النعاس فكتكون كدوز واحد 15 يوم شهر وكتعود بخير لكن غير كتسالي هذيك المده كيعاود يرجع المشكل كما هو كترجع للطبيب كيعاود يعطيك دواء اخر زيد في غير لا دوز ومن بعد كيبقى المشكل مستمر المشكل هو خصنا نحيدوه من الجدر ديالو الجدر هو انني خصنا نعرف لماذا انا اصاب بالارق وعدم النعاس اكيد اننا واحد المشكل مرت به في حياتي اما في الطفوله اما في المراهقه واما في اي وقت معين وكان شديد علي هذاك المشكل نحاول نتخلص منه بعض علماء النفس كيقول لك خذ ورقه وقلم واكتب مشكلتك على ورقه اكتبها وملي تسالي احرقها بواحد الوقيده ثم تصبح رماد ودريها في الهواء وتنتهي المشكله حتى هي غير وهم غير خيال عندك لكن احنا بالطريقه الاسلاميه غنقولوا للانسان انه يكثر من الدعاء الدعاء مخ العباده ملي كنشوف عندي الارق وعندي القلق وعندي التوتر كنمشي للدعاء السجود اسجد واقترب اسجد واقترب لان الى خسر لي شي اورديناتور كنمشي عند الشركه اللي صوبته او اي جهاز او سياره او غير ذلك كنمشي للشركه اللي صوبته النهار الاول هي اللي عارفه الخلل فين كاين كذلك الدماغ ديالي شكون اللي خلقه رب العالمين فلما اصاب بمرض مثل هذا نفسي احسن طريقه للدواء الجا الى رب العالمين اتوضا اصلي ركعتين واسجد واطيل السجود يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا لطيف يا كريم ادعو الله تعالى وان شاء الله سبحانه وتعالى غيوقع الشفاء ثم نخلي الذكر ربما الاقراص الاطباء كيعطونا اقراص اما عباره عن ادويه او قويلبات او سيرو احنا عندنا في الدين اعظم الاقراص واعظم الادويه هي الاذكار اذكار في الصباح اذكار المساء اذكار عقب الصلاه هادو كلهم ادويه سو سون دي كومبريمي هما ادويه مغذيه منشطه الا كثرت منها باخلاص ويقين خصوصا اللي ما عرف ميقول ما عرف ميقول نهائيا الدعاء اللي بسيط جدا نحافظوا عليه كاملين وفيه سر من اسرار الله هو الصلاه على النبي قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هاد الصلاه على النبي فيها سر من اسرار الله اذا كثر من الانسان يكفيك الله هم الدنيا والاخره يكفي انها تعطيك الابتهاج وتعطيك السرور وتعطيك القناعه وتعطيك الفتح الرباني وتعطيك القبول مع الخلق فيما مشيتي مقبول عند الخلق وحتى واحد ما يقدر ياديك من الخلق حتى كاع اللي بغي ياديك يصاب بفزع منك والسر في انك تكثر من الصلاه على النبي وان شاء الله تعالى خويا حسين غير كثر منها وغتكون بخير وعلى خير. اما السؤال الاخر ديال التيمم طبعا التيمم هو طهاره ترابيه تقوم مقام الطهاره المائيه ومن السنه ان هناك الفرض وهناك السنه اللي هو مفروض في التيمم ضربه واحده نضرب على الصعيد الطيب
إذا كان تراب أو تيمومة كنمسحوا فيها. ما هو الصعيد الطيب؟ كل ما صعد من الأرض ولم تدخله الصنعة البشرية. مثلا الحيط لكن غير الياجور راه صعيد طيب، لكن إلا ولا في السباغة راه ولات صنعة بشرية، خاص يكون طبيعي، إما تراب وإما تيمومة. الضربة الأولى فرض، كنضرب بيدي على التراب أو على التيمومة وكنمسح وجهي أولا، ثم الضربة الثانية سنة، أنني كنضرب الضربة الثانية فكنمسح اليد اليمنى من الفوق وكنخلل بالأصابع باطن الكف وثم ظاهر الكف، ثم اليد اليسرى كنمسح يدي من الفوق ثم كنمسحها من الباطن وكنخلخل لكان شي خاتم، وهكذا يكون التيمم. ونبقى مع فاصل قصير أيها الأحباب الكرام ثم نعود إليكم لنواصل، فابقوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. مستمعي الأفاضل، نجدد الترحاب بكم ونواصل الحوار معكم والنقاش والفضفضة حول القضايا النفسية والاجتماعية والدينية. وأذكر بأرقامنا الهاتفية 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-72-50 أو 51-52. أقول بأن هذه اللحظة لما كان هذا الفاصل كنا نعقد التواصل مع الخبر اللي قلناه البارح بالليل، واحد الشاب اللي هو عنده مريض مرض نفساني ومنقطوع من شجرة، هو الآن في مستشفى ومات رحمه الله تعالى، وهذه أيام معدودات ومازال في الثلاجة، وحتى واحد ما قدر يتسلمو، عنده غير واحد ختمرة كبيرة كتطلب المساعدة. قلنا البارح الخبر في الإذاعة، جاو عدد ديال أهل الخير بغوا يقدموا يد المساعدة ومشاو للمستشفى فعلا وقالوا السمية ديال السيد وشافوه، ولكن ما بغوش يسلموه لهم، قالوا لهم خص لابد تكون العائلة. الآن جاو هاد الأحباب ديال الخير جاو كيسولوا على العائلة، حنا الآن أعطيناهم الوثائق وأعطيناهم الهاتف ديال العائلة، راهم الآن في الطريق باش يقوموا بالإجراءات. هاد المحسن الكريم اللي غيتكفل بالجنازة ديال هاد الأخ اللي توفى مسكين مرض نفساني، ومتى شهد في هذا رمضان ربما بمرض تسمم، هذه حيتيات لا نريد أن نخوض فيها. على كل حال نسأل الله تعالى أن يرحم هذا المتوفى رحمة واسعة، والمحسن اللي غيتكفل بهذه الأمور هذه نسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يزيده من فضله وأن يعطيه الخير والبركة والتيسير. جاي من مكان بعيد وكيتنقل بالسيارة دالو من مكان لمكان باش يقوم بهذا الخير، وبدا كيعيب كيقول لك علاش في بلادنا تكون واقعة بحال هذه. كان يكفي أن الإنسان اللي مات يمشي مباشرة إلى أقرب مسجد ويقول الكلام للإمام، والإمام ديال الجامع يكلف تما عدد ديال المصلين واحد أو جوج أو ثلاثة ويقوموا بهذه المهمة. ولكن للأسف الشديد نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد وأن يتقبل من هذا المحسن. ونعود للحديث أيها الأحباب الكرام، ونذكر من جديد بأرقامنا الهاتفية 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-72-50 أو 51. وغناخد مكالمة من إقليم الراشدية مع أخونا السي حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور قريبان الله يطولنا في العمر ديالك وكثر من مثالك. أكرمك الله خويا، أكرمك الله. دكتور والله إلى هذا المغرب جد متشرف بالشخصية ديالك الحمد لله. لا إلى العفو خويا. كبير من الله سبحانه وتعالى. الله رزقنا بواحد الإنسان أنه يحلل المسائل الدنيوية والدينية بكل جرأة وبكل ما عرف كيف ممكن عبر السادة. الله يحفظك أخويا حسن، أكرمك الله، الله يجزك بألف خير، هذا الشعور طيب. نخبرك بواحد الخبر الشريف إن شاء الله الرحمن الرحيم، أن تزاد عندي ولد في الله أكبر وحبا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم فيك
اسميته محمد الطيب. الله 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 اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يكرمك في الدنيا والاخره، الله يكبر بك. اللهم امين اودي يا دكتور، الله يكثر من امثالك. اللهم امين يا رب. معنا واحد الاخت ديالي راه واقفه قدامي دابا، راه كتقول ادعي معاها وادعي مع جميع الامه الاسلاميه ومع المغاربه. يا رب يا كريم، والله ينصر الامه الاسلاميه. اللهم امين. العالم الاسلامي ينصرون. الحمد لله، منين كنت انتم راه الحمد لله راه الخير، الخير للعالم جاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. يا رب يا كريم. اخويا الحسن بدا اول حاجه هذاك الوليد الله يحفظه لك والله يبارك فيه. هذاك الشيء اللي بغيت منك يا استاذ، بغيتك تدعي لي معاه يا رب. الله الرحمن الرحيم يكون مثلا بمنك ان شاء الله، يكون افضل بكثير وكثير وكثير باذن الله تعالى. الله يجعله يكون زياد خير في الاسلام، اللهم اجعله زياد خير في الاسلام، اللهم انبته نبتا حسنا، اللهم بارك في سمعه وبارك في بصره وبارك في عقله وبارك في فؤاده وبارك في كل جوارحه. اللهم ارزقه عن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا ومن امامه نورا ومن خلفه نورا. حصنته بلا اله الا الله من فوقه، حصنته بلا اله الا الله من اسفله، حصنته بلا اله الا الله عن يمينه، حصنته بلا اله الا الله عن شماله، حصنته بلا اله الا الله من كل جوانبه. الله يجعله من اهل العلم ومن اهل الدعوه ومن اهل الصلاح ومن اهل الاحسان يا ربي يا كريم. سي حسين مرحبا بك اخويا. الله يطول عمرك يا سي دكتور. وها بنيه ديالي عندها 5 سنوات اسمها غفران، تبارك الله، تشبك في الله وباغي تهضر معاك. ها هي تبارك الله، وصل عندي. الله يبارك لك. ها هي غفران، الله يغفر ذنوبنا وذنوب. اللهم امين يا رب يا كريم. هضري معاه. السلام عليكم خويكم عيد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم امين غفران، اللهم امين. وانصر اسلام. امين امين يا رب يا كريم. اللهم امين يا رب. يا رب يا كريم، اللهم امين. غفران كتقري في المدرسه؟ غفران تبارك الله تبارك الله تبارك الله، الله يحفظه لكم وان شاء الله يكون مصدر خير عليكم ويدخل عليكم باركم سعود بالرزق الوفير يا رب يا كريم. غفران كتقري شويه القران الكريم؟ ايه تبارك الله. وكيعلمك باباك؟ قرانك. اييه يلا قران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين امين. صدق الله العظيم، تبارك الله تبارك الله. صدق الله العظيم مولاي الكريم. لا اله الا الله. هنيئا لك غفران، هنيئا لك، هذه البنيه الطيبه ان شاء الله تعالى والاسره كلها طيبه مباركه. باي باي. نعم باي باي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سميتها فاطمه، كتقول لك ادعي معها ومع الامه الاسلاميه، ادعي مع الجميع. يا رب يا كريم. الله يطول عمرك يا دكتور. اكرمك الله سي الحسن. اكرمك الله يطول عمرك. وراها الاذاعه ديالكم زعما الحمد لله حققت واحد النجاح ايجابي وبالوجود ديالكم تبارك الله، هذا راه فضل من الله سبحانه وتعالى. الله يكبر بك مولاي. الامه الاسلاميه والمغرب، الدوله المغربيه راه غادي القدام بكم، الامثال ديالكم راه الخير خير. هي ولا الدكتور السيد الدكتور الدريبي، سلام الدريبي استاذ ديالنا. الحمد لله الاذاعه راه كتجيب اساتذه فاضله الحمد لله، راه كيشرفوا. شكرا لك خويا الحسن، شكرا لك، هذه شهاده راه تهزوا بها. بغيت نسولك واحد الشيء، صار على واحد الحلم ولكن قال لي المخرج بني ما كتشوفش الاحلام في رمضان ممكن. ولكن انت دابا انت عندك مولود وحنا فرحانين بك. مرحبا خويا، قول لي عجبك اخويا. مرحبا بك، حنا فرحانين بك سي حسن. تفضل تفضل تفضل. انا الحلم اللي احتلمت به وبقى شغلني في بالي، انا كنت مسافر في طريق. نعم. وركيت واحد الجماعه باغي تصوم، كيتسناو الامام باش يجي يتم لهم الصلاه. نعم. يقوم بهم الصلاه، المهم تعطل الامام وقدموا لي انا، قال لي صلي بنا. منين بديت الصلاه صليت وكملتها الامام جا، قال لك مالكم زربانين انتم صليتوا؟ قلت له الاخوه راه قدموني الصلاه، راه صليت واش. اي هذا هو
وهذه فيها بشارة طيبة الذي يقدم إلى الصلاة بين الناس. نعم. الله تعالى يرفع نعم. مقامه فيه شهادة بعد شهادة من نعم. عند الرحمن بحسن نعم. السيرة والسلوك وبقوة التدين دياله وبأنه في مقام الإمام الراتب. هذه فيها بشارة لك بإذن الله تعالى بأن إيمانك صادق وإن شاء الله تعالى غادي يعطيك الله تعالى واحد القبول ويجعلك وجعلنا للمتقين إماما للمتقين إماما مقام رفيع عند الله تعالى. هذه بشارة تستحق منك أخويا السي الحسن تصلي ركعتين لله شكرا على هذه الرؤية. هذه الرؤية ملي نشوفوها خصنا غير نفيقوا مباشرة نتوضاو ونصلي ركعتين ديال الشكر لأن هذه فيها الله تعالى كيبشرك بأن في المستقبل القريب غيكون عندك إن شاء الله تعالى كلمة مسموعة بين أهل الدين وغادي يكون إن شاء الله تعالى عندك مقام رفيع وفيها شهادة من عند الرحمن بحسن السيرة والسلوك وصحة التدين. هنيئا لك سي الحسن. وطبعا ندعو مع الأمة الإسلامية جمعاء في هذه الليلة اللي احنا في مغربنا فرحانين وسعدانين وعدنا الأمن وعدنا الاستقرار. هناك إخوانا لنا في العقيدة في الإيمان هم الآن محتاجين إلى الاستقرار والأمن ما لقاوش. في هذه اللحظة هناك القصف وهناك النار والآخرون كيقلبوا على لقمة عيش ما لاقينهاش. هؤلاء الأحباب ديالنا نسأل الله تعالى أن يحفظهم ويرعاهم ويجمع شملهم ويحقن دماءهم ويوحد كلمتهم ويفتح عليهم أبواب الخير والبركة والتيسير وأن يمسح من قلوبهم الأحقاد ويمسح من قلوبهم العدوان ويملأ الله قلوبهم بالرحمة والمودة والتراحم حتى ينصروا جميعا دين محمد صلى الله عليه وسلم. نتحول من الراشدية إلى فاس مع أخونا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام أستاذ طيب في أمان الله. حياك الله سي يوسف. حياتك مزيان. ولله الحمد. كنشكرك أستاذ على هذا البرنامج ديالك الرائع 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 جدا بصراحة زعما والله قسم إلا كنتمنى من الله أن هذه النصائح كل حرف فيها تكون حسنة إن شاء الله. يا رب يا كريم أكرمك الكريم. بارك الله فيك أستاذ. الله يجزك بخير عندي واحد جوج أسئلة. مرحبا سيدي. الله يعطيك الصحة عندي أنا خدام في واحد الشركة. نعم. وهذيك الشركة فرض علينا أنهم يكونوا جوج ديال الناس في طوموبيل وحدة. نعم. والسيد اللي معايا كيدير شي شوية ديال المراوغات. نعم. ودابا أنا عاد جديد. عاد هادي عندي شي شهرين في هاد الخدمة هادي. نعم. ودابا أنا وحلت ما نكذبش عليك واش إلا قلت هل المول الشركة عارف دابا المعلمية ديال هاد الوقت كيقول لك بأنك أنت كتوصل الهضرة هادي مات هادي واش هو واش تقنعو ولا ما تقنعوش بها والله قسم إلا غادي شهرين وأنا خدام وأنا ما شاء الله نقول لك متردد ما شاء الله واش نقول ولا كاع نسمح في هاد الخدمة كاع وبنقص منها ما نكذبش عليك ما شاء الله راني محتاج عطال. يا سي يوسف أول حاجة هو إلا قلتي هاد بجدي الشركة مباشرة وقلتي اليوم هاد الكلام ربما قد يقطعوا له الرزق دياله وربما يقال بأنك أنت كتبلغ الكلام وهو المفروض أن الشركة عندها جهاز مراقبة أكيد كل إدارة كل مؤسسة كاين واحد الجهاز خاص كيكون بالمراقبة والتفحص وهذا من اختصاصهم ليس من اختصاصك أنت. أنت اللي عليك سي يوسف أنك تبلغ بالكلمة الطيبة هذا السيد هذا قل بطريقة أخرى أو أخرى تنبه وتعطي تنبيهات بأن هذا لا يليق بأن هذا فيه خطر على المصير ديال العمل فيه ضرر على الشركة فيه أكل أموال الناس بالباطل وذكروا بأن اللي يأكل أموال الناس بالباطل وخدت واحد ما شافه راه الله يحفظ كتخرج في الأولاد أو في الزوجة أو في العائلة ذكروا بالكلمة طيبة غير بينك وبينه. نعم. والشركة المفروض أن يكون عندها جهاز مراقبة هي تعرف الخشونة اللي كتوقع. نعم سيدي. والسؤال الثاني الله يخليك بغيت نعرف هاد الحاجة دابا حنا واش الدات حنا الدات ديالنا علينا حق وغنتسولوا في هذا في يوم القيامة أمام الله. نعم سيدي. كنشوف واحد المناظر دابا في هذا وفي الشهر المفضل وهذا الشهر العظيم ديال رمضان ديال الناس مزبطين وفوقاني ديالهم وكلهم ضرابي إن شاء الله نقول لك أستاذ داك الشيء ما لا حول ولا قوة إلا بالله يعني واش اللوم واش عليهم ولا على والديهم ما فهمتش ما من دوك الناس ما فاهمين والو ما عرفتش ما كنتش انا عادي فانا كنشوف هاد القضية هادي كيبقى النفس ديالي كتحزن عليهم ما كتبقى تقول لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
يعني هاد الناس هادو غيتحاسبوا امام الله على ديك الدس ديالهم وهما كلهم شراطي وكلهم واش كيفتخروا بداك الشيء واش كيقولوا زعما الا شافني الانسان راني مشرط راه غادي يخاف غيخاف مني ما كيعرفش بان راه الله راه فوق كلش وبان راه غيتقابل امام الله وغادي يتحاسب على ديك الدس ديالو فعلا. الدس ديالو راه امانه الى يوم الدين فعلا هذيك الدس راه امانه الى يوم الدين واش نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله والله يعطيك الصحه استاذ بغيت واحد النصيحه لهاد الامه هاد وخاصي اول حاجه سي يوسف هاد الناس هادو اللي كيديروا الشراطي كنبغي نقول لهم قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله الواشمات والمستوشمات هذا غير الوشم باللون الاخضر قال بان ملعون من يفعل هذا الامر ومن يفعل له فما بالك هذا الذي كيشرط الجسم ديالو اما بغازوار او اما بسكين وربما كيظن بانه نوع من البطوله اكيد ان المخدرات لعبت دورها في هؤلاء الشباب هؤلاء الشباب ضحية مخدرات المسؤولية لمن؟ المسؤولية مشتركة بين الجميع أول حاجة المسؤولية كتبدأ بالوالدين لأن الوالدين مفروض أن دوك الأبناء في الصور ديالهم يربيهم تربية حسنة ويأخذوا بيديهم إلى الأحسن ثم المسؤولية على المدرسة والمدرسة المفروض أنها تربي هؤلاء التلاميذ لما كانوا صغار ملي كبروا يكون عندهم تحصين المسؤولية مشتركة بين المجتمع المدني ككل فاحنا كنا مسؤولين حتى واحد ما يتخلص من 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 المسؤولية ديالو وهؤلاء الناس كيبقوا ولادنا وخوتنا وحبابنا ونظروا لهم نظرة الإنسان المريض مريض في أفكاره مريض في سلوكه المريض حنا ما كنسبوش وما كنلعنوش بل المريض كنحتضنوه وكنحاول نقدموا له الرحمة والمساعدة حتى يسترجع قواه فهؤلاء الشباب اللي كيخطوا اليدين ديالهم وكذا وكيعجبهم الحال انهم يستعرضون هذه العضلات في حدتهم هم ضحايا ونسال الله تعالى ان يرد بهم ردا جميلا وكل واحد من الموقع ديالو لقى شي شاب غير بالكلمه الطيبه راه ممكن يرجع راه خاص غير اللي يقول لي كلمه طيبه وانا كنحيي واحد الجماعه ديال التبليغ والدعوه الى الله كنلقاو ناس بسطاء وكيمشيو لعند هؤلاء الناس كيقصدوهم هؤلاء الناس هاد الناس تاع التبليغ والدعوه الى الله ما كيقصدوا المساجد كيقول لك المساجد فيها اهل الايمان واهل الخير هو كيمشي لباب الخمارات وكيمشي لباب الانحراف وكيدخل تما وكيذكرهم بكلمه لا اله الا الله مثلا مشهد واحد منهم مشى المكان ديال الخماره ولقى واحد الشاب بحال هؤلاء حتى هو مشرط يديه شافوا ما قبلوش الصوره ديال هذا ملتحي ولابس واحد الفوقيه بيضاء ودير عمامه ودير العطر والثاني لابس واحد البيل ودير فيه واحد الاشهار بلا ما نقول الاسم ديالو والادرع ديالو مفتولتين وكلها وشم وكلها مخطوطه قال لي السلام عليكم الاخر ما ردش عليه السلام قال لي يا اخي غير قول لي السلام عليكم وتاخذ 10 ديال الحسنات ويقول لي وعليكم السلام قال على مضض قال لي لزتي ورحمة الله عندك 20 حسنة هو يعاود يقول لي ورحمة الله قال لي ولزتي وبركاته عندك 30 حسنة هانت فزتي ب 30 حسنة غير بكلمة طيبة وملي صافحوا بيدو بقى شادو بيدو ما طلقش منه وبقى كيقول لي كلمة طيبة قال لي يا أخي راه غير ابتسامتك في وجه أخيك صدقة ما تبقاش هكذا متجهم ابتسم ابتسامتك في وجه أخيك صدقة هو ابتسم هو انطلق وبقى معه في الحوار وبقى شاده من يده كيتكلم معه وصافحه وشاده بقوة في يده ويقول لي باش انطلق منك حتى قال لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى مؤمنان وصفح بعضهما بعضا فإن الله تعالى يغفر لهما ما لم يفترقا ما حد مازال شادك ربي سبحانه وتعالى غادي يغفر لي ولك وحنا كنا عندنا الذنوب وكنتمنى من الرحمن يغفر لنا بكلمات رقيقة داك الشاب أصبح لين ولا كل آذان صاغية وقلوب واعية هو يمشي مع ذاك الرجل الداعية ومشى معاه حتى ولا توصلوا للجامع ملي وصلوا للجامع قال الفقيه ديال الجامع أنا جبتو لك وكمل أنت الطريق ومشى انصرف ذاك الداعية كيقلب في الخمارات وفي الشوارع وهذه وظيفتهم هذه وظيفة الدعوة فيها تقسيم للمهام وكلها كلمة طيبة وهذه الدعوة هي أمانة عندنا جميعا لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع فوق جبل عرفة وخطب الخطبة الشهيرة كان يقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ثم كان يقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب وهذا التبليغ ما زال متواصل
وكل واحد منا مكلف بالتبليغ. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، آية واحدة. لمقام يقول، يقول غير سورة الفاتحة فيها سبعة ديال الآيات، سورة الفاتحة سبعات الآيات. وهذه إن شاء الله تعالى كنتمنوا كل واحد منا من الموقع دياله يسعى في الخير ويجتهد، وربي غادي يبارك له ويبارك لأهله وأحبابه ويبارك للجميع. كنشكر أخونا يوسف من فاس على هذا الإحساس النبيل وعلى هذه المشاعر الطيبة، ونتحول من فاس إلى الراشدية مع الأخت سميرة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور خريبان. لالا سميرة مرحبا بك. بارك الله فيك يا دكتور، جزاك الله كل خير على هذه الكلمات وعلى هذه العبارات وعلى هذه المشاعر الدينية في هذه العواشر المباركة ديال رمضان، وتنتمنوا لك الصحة والسلامة والأمة المحمدية من العفو والرخاء والساد وحفظ محمد السادس. أمين يا رب. وخلي هذا البلد دائما في أمان يا رب، نعيش في الأمانة والسادة. أيها الأمان مهم، نعمك عظيمة، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من خوف. بارك الله فيك يا دكتور. عندي واحد السؤال والسادة صغير، لاباس الصلاة اليوم تنصليو شي وليدة صغار هكا وداك الشيء تبقى يشوشو علينا، ومن تنهضرو مع الأمهات ما تيبغيوش والسادة، تيقول لك زعما حنا جينا نصليو وليداتنا وداك الشيء، ولكن حنا تيشوشو علينا ما تيخليوناش نكونو في خوش. نعم. تنصليو برا ماشي لداخل مع الصوت، تصليو برا. اييه. وما انا ما عرفتش الاجابه في الحقيقه استاذ. هو لالا سميره حنا كنحمد الله ونشكروه ان ولدتنا جاو للجامع، ونحاولوا بطريقة لبقة بطريقة بسيطة إن شاء الله تعالى. هم الدي الصغار راه معفون عنهم، هم ملائكة الرحمن. والطفل الصغير يقول علماء النفس والاجتماع عنده حقوق، من حقوقه حقه في الضجيج، أنه كيبغي يدير الضجيج وكيبغي يلعب، طريقة ديال التفتح دياله. لكن احنا في الجامع نحاولوا ما امكن ناخذ الوليد بيدو ونبوسو ونقول يا بابا تبارك الله عليك، كلمه طيبه ملي نبغوا نصليو والناس كيصليو الله كيشوف فينا غير بكلمه طيبه، وان شاء الله تعالى غادي يبارك لك. لكن كنلقاو بعض الرجال والنساء ملي كيلقاو الاطفال الصغار كيديروا هذا الضجيج كيضربوهم وكيطردوهم من الجامع. وانا كنذكر ملي كنا باقين صغار بعض الاطفال الصغار كانوا كيلعبوا وطردوهم، ومن ثم داز دابا سنوات وباقي ما عمرهم مشاو للجامع، واخرين طاحوا في دمومنين ملي كانوا كيديروا الصداع قبلوهم وعطاهم ربما كيف كيقولوا دي بونبون، قال لهم كلمه طيبه، وبقى داك الوليد لصيق بالجامع الى يومنا هذا. ربما الحدث ديال الاحتضان في هذه السن المبكره غادي يكون لي اثر عميق على السلوك المستقبلي بعد سنين طويله. فلهذا الاطفال الصغار نحاولوا ما امكن في رمضان نحتضنهم كلمه طيبه كلمه رقيقه، وان شاء الله تعالى يصلحهم وربي يكون منهم الخير والبركه والتيسير. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود اليكم، فابقوا معنا. اسمع معايا. ومعنا من مدينة طنجة شمالي المغرب. هاد السيد نعس على جنب الراحة وعند بالو ملي طفات الفاسدو راه ما كتسالك والو، ولكن ما عرفش ان الاجهزة الكهربائية كتسهلك الضوء واخا هي في حالة توقف. حسي مسي تخليك تقازي. ليداك كتساهم في الحفاظ على 2.5 مليون كيلوات ساعة سنويا بفضل عملية ترشيد الجهد في الشبكة الكهربائية. غير بتصرفات بسيطة نساهموا في الحفاظ على الضوء. الماء والضوء نعمة، نستهلكوهم بالحكمة. ليداك كل طاقاتنا من أجلكم. كلام طيب مع الدكتور طيب كريبان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أحبابي في الله، ما زلنا نتواصل معكم في هذه الليلة الرمضانية المباركة، ونأخذ مكالمة أخرى من أجدير مع أم آدم.
ألو السلام عليكم. أم آدم أطال الانتظار فانقطع الخط معذرة لأم آدم. وكما سبق الذكر مستمعي الأفاضل قلنا بأن الموضوع في الختام ديال الحلقة بإذن الله في هذه الليلة المباركة ديال يوم الخميس ندير واحد الرقية جماعية تتوفر على آيات قرآنية وأذكار ربانية وصلوات على خير البرية تكون شفاء بإذن الله لمن عنده مس أو صرع أو سحر أو عكوسات أو موانع. إن شاء الله نطلب منكم توجدوا واحد الإناء ديال الماء قريب منكم وتلقوا الراديو بصوت مرتفع وإن شاء الله الماء يسجل الكلام الذي يقال وغادي يكون إن شاء الله تعالى شفاء. ذاك الماء نشربوا منه وغادي يمشي مع الذات وغادي يكون شراء تطهير لكل الأشياء الروحانية الخبيثة بإذن الله تعالى. نأخذ مكالمة من برشيد مع الأخت إيمان. مساء النار أخ كريبان. مساء الخير للا أخويا. بغيت نشكي عليك خلام ولا واحد لهم. إيه مرحبا. أنا عندي مشكل مع الوالد ديالي وباش يوافق لي على الزواج. ما شاء الله. علاش باش يوافق؟ علاش شنو السبب؟ دابا أنا كنعرف خلود خدام. نعم. وكيصلي وكيعرف بينو وبين الله. وهو قال لك خاصو يكون لاباس عليا وعندو فلوس ونتوسط ما عندهمش وما خاصهمش فهمتي. نعم. وكيحرشو خوتو وكيضربني أنا وماما بالصيف وكيمحنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وملي بدا البرنامج وأنا كنعيط لك والو. لا إله إلا الله. أنا وما وصلت للسحر كنصلي كنطلب الله والو. لما أنا كتبقى فيا ماما ملي كيشدها من راسي وكيجرها بكور كنبات الرجاجة كاع الليل ما كنعرفش نهائيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نمشي تزوج وخليتها تسد عباد كيدير عندي الزواج. ما شاء الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أصلا ما كيعرفش بينه وبين الله أصلا. ما شاء الله. كتقول لي ماما صلي وكتصلي لما كيتوضا وكل شيء كيصلي الظهر والعصر والغد كيقلب ما كيبقاش عاقل على الصلاة لا على والو. وخوته كذلك وقيك وخلا مولا نتشكى لك عماتي تاهما ما صدقوش كيعيروني بلا انا زانية وما مزياناش وحاملة وشحال من حاجة وكيعرجو خوته كيقولوا ليها بنتك ديرة بنتك فاعلة بنتك كيدير لها ويدير لها ويتا حاجة وكينا عمرها ما كانت شي حاجة خايفة بيناتنا وانا نازل بنت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما نقدرش نرد نعطي راسي وكيك. لا اله الا الله. اصلا ناوي معايا المعقول وعمره ما قال لي شي حاجه خايبه ولا قال لي شي حاجه زعما خارجه عن الموضوع ولا شي حاجه ابدا. علاش انا بغيت نتزوج به؟ عرفت ولد الناس لكن كان واحد خص ما يطلب مني شي حاجه خايبه ولكن هو كاع ما طلبها مني كاع. ما شاء الله ما شاء الله. لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مره ولد مره كيقول ايه مره كي شنو كيجي وكيتقلب حتى حاجه ما كتبقى. ما شاء الله. والوالد ديالك شو واحد تكلم معه من العائله والاقارب ربما عماك ولا خالك؟ لا انا صفه نهائيه غيرين ما كيحرش وكيقول لي ما عندوش فلوس وما عندهم فلوس ايش دايرين بيهم ما كيعرفوش بينهم وبين الله ابدا وما كيصليوش وما كيعطيوش رسوم هذو قبله. ما شاء الله. مانيش فلوسهم المهم عدي انا نعيش هانيه ونعيش مؤمنه هذه هي الدنيا عدي. لا اله الا الله. ام مسكينه جات عندهم وعدوها بزاف واكثريه هما وخواتي تعدوا بزاف 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 ما نقدرش نقول لك. ما شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حيث كان جد كتب لي شي ورد. ايه ماشي بالبيت حاجه متوسطه وما دابا يقول لك نتزوج بهذاك السيد غادي يورث فينا. وعندك خوتك ذكور؟ عندي واحد.
وذاك الواحد راه هو غادي يحجب اي واحد. وطبعا الارث قسم الله عز وجل على الاغنياء والفقراء. لا اله الا الله. لا. نعم لله. انا ملي ابدا البرنامج وانا كان متصل بك ويل وانا فرحانه بزاف ملي شد لي الخط. الله يحفظك لله. الله يحفظك يا رب يا كريم. الله يحفظك ملي كل سائتي معها يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم. لا اله الا الله. مقام الجنة. الله يحفظك اختي. الله يحفظك ان شاء الله تعالى. الوليد هو دابا ربما تعامل معك معاملة شديدة. شحال العمر ديالك اختي ايمان؟ 23 عام. طالعة 23 سنة. هو يلاه وصلت للصيد قالت ما تمشيش تقرا، ما خصهاش البنت تقرا. ما شاء الله. وتعقدت وقالت لي المدرسة بالصيف وكان احمد الله شكرا ملي صبيت بقات فيا بالصيف كنشوف الدريات حاجة شي حاجة يقرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصبرت وأمي عرفت كثير ندمت علاش عرفت وكون صحبت راسي غير بحالي هذا الشيء كامل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوك واحد الطلب بحال جبر راسي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بغيت تفكري هذا الحال ما نجي. أي نعم أي نعم. حلمت به. نعم. بحال أنا ناعس وكنتفرج البرنامج ديالكم وبحال أنت حتى كتقول يا الرسول صلى الله عليه وسلم باين جا بحال جا عندي وقال لي بحال مدي يديك ومديت يدي ولبسني قفازة كحلين. ما شاء الله. لبسني قفازة كحلين بحال ارتجفت وحيتهم ولي حيتهم صرت يدي بيضين ضمن هذاك اللون اللي عندي أنا. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. هذه رؤية طيبة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي إيدان على الفرج قريب بإذن الله. الفرج غادي يجي بإذن الله تعالى. وغنقول لك أختي إيمان بأن أحسن طريقة باش إن شاء الله تعالى هادشي كله يزول أكثري من الصلاة والتسليم على رسول الله. حطي الوليد ديالك في الدهن، حطي الوليد في راسك، ثم أكثري من الصلاة على رسول الله بنية أن والدك يتغير ويلين في مواقفه. وإن شاء الله تعالى غنأكد لك بعد أيام معدودات غتلقي بأن الوالد ديالك غيتغير في المواقف ديالو تغيير جذري، غيعود يتعامل معك بواحد الرحمة بواحد المودة، وأن ربي سبحانه وتعالى غيسهل لك سبل الزواج، واللي فيه الخير لك في دينك ودنياك وعاقبة أمرك هو اللي غادي يكون من نصيب ديالك. نصيحتي إليك إياك ثم إياك أنك تدخلي مع الوالد ديالك في عراك أو في مشاكل، لأن الوالدين كيف ما كان الحال قال لنا الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الوالدين عمرنا من نهرهم لأن مقامهم رفيع ولو يخطئوا. ملي الوالد ديالي يكتر علي في الإذاية نخليه ونلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى، هو الخالق هو الصانع هو المبدع. أما الوالد غير مخلوق، ونطلب الله تعالى يا رب هذا الوالد أعطيته لي وأمرتني بالطاعة للوالدين أنا طايعهم، يا ربي لين القلب ديال الوالد ديالي. وانت شفتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، هذه بشارة بأن الفراج قريب جدا. غير كثري من الصلاة على النبي، بقيت تقولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وانت كتستحضر الوالد ديالك في عقلك. وإن شاء الله تعالى ما هي إلا أيام معدودات حتى كل شيء غيتجمع الشمل ديالك وغادي يرتفع الإعلام ديالك وغتكوني إن شاء الله تعالى معززة مكرمة. غناخذوا مكالمة أخرى، ربما آخر مكالمة باش نديروا رقية شرعية جماعية. معنا الأخت خديجة من الدار البيضاء. ألو السلام عليكم. ألو السلام سيد الحاج. سلام لالا خديجة، مرحبا بك لالا. ربي يخليك سيدي، شكرا الحاج. لالا عندك شي مشكل؟ عندي مشكل الحاج. أيه؟ عويص وصعب جدا 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 جدا. أيه؟ عندي راجل معاق شاد الفراش 12 سنة وانا جمعية الكرة 4 شهور ديال الكرة كرية السوم وعندي 50 سيال ديال الماء الدولية الضوء وغدا ولا بعد غدا علموني غادي يجدوا لي المعجنة ديال الماء. شتي الحاج؟ ايه لالا. وبزاف بزاف دابا مولاي الدار كيدقوا عليا كل نهار يوميا يقولوا لي يا خاطرك تخوي تخلصينا تخوي. ودابا الحالة عندي مؤسفة، ما عندي باش نخوي، ما عندي باش نخلصهم، ما عندي لا سكن، غادي نتشرد والبنيات كيديرهم كنمنجهدهم لواحد المعين اللي كان عندي
في الديار الأوروبية توفى بخطأ طبي، هو اللي كان يخلي الله يرحمه ويديه الرحمات، ودابت واحد الحاجة خطيرة، بعت الحويجات، بعت الفراش، بعت الأدب ديال الكوزينة، بعت كل شيء. ربنا خلقت أنا جالسة على جالسة اليوم ولا غدا أنا في التشرد. اللي كان خدم عليك شكون اللي كان خدم عليك من قبل لالا خديجة؟ ما كان سيدي الولد المعين هو اللي في الله يرجع عليه، هو اللي في الديار الأوروبية، هو اللي كان خدام عليا. وهاد الولد شنو هو؟ هاد الولد الولد راه في الديار الأوروبية توفى، توفى هو اللي بس هذا تركب مات تركب عليا الكرا، وهو اللي كان مدسرني، هو اللي كان عمره ما خلاني نمد ليه الناس، هو اللي كان المعين الله يرجع عليه، هو اللي كان كل شيء هز ليا الصهد هز ليا الزمان هز ليا كل شيء. لا اله الا الله. ودابا القدر ديال الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. لا اله الا الله. وتي عليه ما كاينش الحنان، ما كاين لا عطف له، وتم هذانا الحاجه ولا نهضر؟ اياه لاله كنسمعك لاله. ودابا تنطلب من الله ومن المحسنين ومن المحسنات، خوتي المحسنين، خوتي المحسنات، وخوتي المؤمنين المؤمنات، اللي يجعل في قلبهم الرحمة والحنان والعطف، هاد العائلة اللي غتشرب في هاد رمضان، وتنطلب من المقاولين وتنطلب من رجال الأعمال ينقذوا هاد العائلة، الله ينقذهم من عذاب القبر وينقذهم ربي من جهنم، وعمره يشوفوا العذاب، وبغيت لهم قصر في الجنة. البنية تيديروا من دار مصدومين، عندهم الكآبة، عندهم مرض نفساني، أخوهم أكثر من أبوهم كان دايرين واحد الخاطر، عندهم الحزن، القف زائسين يعني القف فترة بوزات اللي كاينين في الدار، ربنا خلقت أنا والو والو والو، يوم يديروا من جهودهم والو، لقوا في يوم الكرا غالي، المعيشة غالية، الضو، خبز يجريوهم. لالا خديجة، الوليد ديالك ملي توفى في أوروبا نتيجة خطأ طبي، درتو شي متابعة ولا ما درتو والو؟ الحاج مشيت للحقوق الانسان في الرباط، درنا ما امكن نجود انا واحد اختو مريضه وتنتلف ونتكذب باش نركب، ولا الان ما جاني جواب، ما جاني حتى حاجه، كاع المسؤولين اللي في الرباط اللي تيقوموا بالجري باقي حويجات اللي في الطاج تما ما شاء الله. لاله خديجه ايوه الو كنسمعك لاله، كنسمعك خديجه. كاين مشكل في الاتصال، كاين مشكل في الاتصال، خديجه انقطع الخط. خديجه السيده كتقول بان الوليد ديالها هو اللي كان هز العائله، توفى نتيجه خطا طبي، وهي فقيره وتراكم على الكرا. بهاد الحالات كيجوا عندنا يوميا داخل الاذاعه كيطلبوا المساعده، كنشوفوهم كنحاولوا ما امكن نوجههم، ولكن كثار بزاف، فربما الرساله بغات تبلغها ان اللي بغى يساعدها. هاد السيده كتجي دائما، انا كنتذكرها كتجي دائما الاذاعه. على كل حال اللي بغى يساعدها ممكن نعطوه الرقم التليفون ديالها، يمشي لعندها حتى المقر، المقر البيت تاعها ويشوف الحاله. ولا اله الا الله محمد رسول الله. أيها الأحباب الكرام، ربما كما وعدناكم في أول حلقة بأن في رمضان تصفد الشياطين ومرت الجن، هكذا جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن. ما معنى صفدت الشياطين ومرضت الجن؟ بعض العلماء قال لك الشياطين كتبقى مخلوقة، لكن التي تصفد هي المرضة، دوك الكبراء هم الذين يصفدون بالسلاسل والأغلال. بعض العلماء الآخرين قال لك لا، المعنى ليس حقيقيا، المعنى هو مجازي، بمعنى أن الشياطين راه كيبقوا دائما مطلوقين، لكن تأثيرهم على بني الإنسان ضعيف، لأن الإنسان المؤمن في رمضان يضل بيومه صائم وبليله قائم، وبالتالي الشيطان لا يكون على عليه سبيل. يتبين من خلال الدراسة والتفحص بأن عدد كبير ديال الناس يصابون بالمس في رمضان، وهذا يجعلنا نؤكد بأن المعنى الذي ورد في الحديث معنى مجازي، تصفد الشياطين ومرض الجان بالسلاسل والأغلال معنى مجازي.
أن الإنسان بقوة إيمانه الشيطان وجنوده ما يقدروا يوصلوا له، وإلا فالواقع يبين بأن عدد كثير من العيالات المصابات بالمس كيعيشوا في رمضان مرة هذه الحالات الخطيرة وما عندها علاج. العلاج ديالها ربما لا يكون عند الطبيب، لأن الطبيب يعالج الأمراض العضوية. طبيب كيدير تحاليل، كيدير السوار، كيدير الليغام، كيعرف الجسم البشري في شقه العضوي. ثم حتى الطبيب النفساني ربما قد لا يصل إلى نتيجة. لماذا؟ لأن الاختصاص تاع الطبيب النفساني هو النفس البشرية بما فيها من سلوكات أو انحرافات أو اعوجاجات، فيقوم بالتقويم والإرشاد والتصويب. أما هذا الذي يقع هو شيء روحاني، شيء عبارة عن روح خبيثة لا ترى بالعين المجردة، هي من باب الغيب، الذين يؤمنون بالغيب ثم تدخل إلى الجسم. وطبعا هذا الغيب ماشي كيبقى دائما غيب، هناك أعراض مادية ملموسة. فالإنسان اللي هو مصاب بالمس الشيطاني كيقدر يكون يشعر بمجموعة من الأعراض، أن عنده ضيق تنفس، وعنده قلق، وعنده توتر، وديما عنده الغمة، ودائما يبحث عن الظلام، كيبغي يدخل شي غرفة ويسد عليه ما يسمع حتى واحد، وكيبقى دائما يعيش مع الهواجس، لأن الشيطان اللي عنده كيهربوا عن الناس كلهم. إلا سمع القرآن الكريم كيشعر بالنفور وبالغضب، وكيسد ودنيه، كيدير يديه على ودنيه باش ما يسمعش كلام الله تعالى. إلا شاف ناس متدينين لابسين هيئة إسلامية، إما رجل لابس جلابة بيضاء أو فوقية بيضاء أو امرأة محتجبة، كيرفضها ما يبغيش يشوفها. وكذلك بعد صلاة العصر عند اصفرار الشمس كتبدأ عنده الحالة تتأزم، وكيشوف رؤى منامية مخيفة، مخيفة جدا، إما عقارب أو أفاعي، وإما أنه يسقط من مكان عال. وغالبا النساء اللي كيتصابوا بهذا الحدث إما عن طريق ما يسمى بالجن العاشق، كيكون السبب ديالهم بقى ممزوجاش، وبالتالي كتشعر واحد الأزمة واضطراب نفسي، وكيجي هذا الجن العاشق كيدخل فيها ويعاشرها معاشرة الأزواج. البعض الآخر كيجي عن اعتداء، إما أنها رمات المسخون في المرحاض، أو كانت في شي خلاء معين وتجاوزت الحدود ديالها فاعتدت عليهم فكيدخلوا فيها. والنوع الثالث كيجي عن طريق السحر، ربما بعض الناس الله يهدينا ويهديهم كيأمنوا بالشعوذة وكيستعملوا هذا السحر، ويتم تسليط الجن على الإنسي وكيدخل له الجسم دياله. كيفاش كيدخل؟ عبارة عن شعاع بحال الكهرباء، كيدخل من المنافذ، كيدخل كل منفذ في الجسم، إما الأذنين، وإما الثقب ديال الأنف، وإما من الفم خصوصا، وإما من العينين، ثم من الأظافر، ثم من البوط، ثم من القبول والدبر. هذه كلها أماكن يدخل منها ويستقر في مكان معين. هناك من يستقر في الدماغ، هناك من يستقر في الصدر، بعض النساء كيستقر لهم في الرحم، وبعض الرجال أو الشباب كيكون إما في الركبة اليمنى أو اليسرى. وغالبا كيكون بعض الحالات كيستقر في أصبع من الأصابع أو في الحنجرة، ما كيبقاش يتكلم الإنسان. في هذه الحالة هذه الطريقة دي للعلاج هي القرآن العظيم، كلام الله رب العالمين. الإنسان بلا ما يقلب على راقي بعيد، ولاد العائلة، إلى بنتك أو مراتك أو أختك أو جارتكم مريضة بهذا المرض، ممكن أي واحد من أفراد العائلة يأخذ إناء ديال الماء ويقرأ في آيات قرآنية. يبدأ أول حاجة برفع الأذان، ثم بإقامة الصلاة، ثم يستعين بالله، لأن العلاج من عند الرحمن. الراقي لا يعالج، المعالج حقيقة هو الله رب العالمين. ثم يبدأ في تلاوة آيات بينات من القرآن العظيم، سورة الفاتحة، أوائل البقرة، آيات الكرسي، خواتيم البقرة، خواتيم سورة الحشر، وهكذا مجموعة سور إلى أن يصل إلى الإخلاص والمعوذتين، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كيديروا هذا الماء في أعشاب طبية من الطب النبوي، بحل الحبة السوداء وورق السدر، سبعة الحبات من ورق السدر،
وسبعة الحبات من 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 الزعفران الحر، وسبعة الحبات من 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 كل حاجة، المسك وما ورد وغير ذلك. ثم كيشربوا المريض، لكن لما لقيناش هاد الحبات يكفينا الصلاة على رسول الله، لأنه لما يصلى على رسول الله تنبعث رائحة طيبة أطيب من المسك فتغمر المكان، وبالتالي يتأذى منه الجن والشيطان. وهذه الطريقة هذه سهلة، ممكن نحضرها في البيت، يكون معنا ذاك الماء والمريض يشرب منها. وإذا كان مريض جدا خاصه يشرب أكبر قدر ممكن من الماء، 3 يترو 4 يترو يشرب منها كثير، ثم بالتبول غادي يوقع الاستشفاء. واحد 3 أيام ولا 4 أيام كيشرب هذاك الماء وكيوقع إن شاء الله تعالى استشفاء. ماذا يقع؟ كيوقع بحال لافاج في المعدة، إذا كان عنده توكال، إذا كان عنده مس كيدور مع دورات الدم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، كيمشي مع العروق ديال الإنسان. وحنا غنتبعوه، باش غنتبعوه بالماء، داك الماء غادي يشربه المريض وغادي يمشي مع الدورة الدموية ديالو وغادي يخنق داك الشيطان، وبقى يشرب اليوم وغدا وبعده. من بعد داك الشيطان خصو يخرج، إما كيخرج من الفم كيبقى يتقرع ويخرج من الفم، وإما يخرج مع التبول ويشفى بأمر الله تعالى. فإن شاء الله كنقول للمريض وبغى يستعن بهذه الرقية يدير إناء ديال الماء، وحنا نقرأ كلام الله تعالى. هذه الطريقة نموذجية ممكن تعلموها ونديرها احنا بوحدنا في بيوتنا ويكون فيها خير. اللي عنده البيت ديالو في البيت الآن وشعر بأن البيت ديالو عنده الضوضاء وعنده الاضطراب والعائلة مخاصمين وشد لي انقطع لك، هذاك البيت خصو رقية باش يعود فيه النور الإلهي، يطلق الراديو بصوت مرتفع وإن شاء الله تعالى هذاك البيت يحصن. اللي غادي الآن في السيارة دياله وعنده قلق وعنده خوف من العين أو من الحسد أو موانع، إن شاء الله تعالى غادي في السيارة الآن يزيد شوية في الراديو ويخلي كلام الله تعالى يتلى، وبإذن الله تكون حسن حصين على السيارة. أو عندك متجر أو عندك مكان كبير أيضا يحصن بأمر الله تعالى، لأن التحصين كما يكون للذات يكون للمكان، حتى المكان يحصن. وسبحان الله بعض العلماء في ألمانيا داروا بحوث علمية، القوا بأن البيت الذي يحصن كيلقوا فيه بحل شعاع نوراني بحل قوس قزح، في حين أن البيت الغير محصن كيلقوا فيه واحد الغمامة سوداء دايرة به. كذلك الإنسان، الإنسان اللي هو محصن بالأذكار والطهارة كيدور به واحد شعاع نوراني بحل قوس قزح، والإنسان اللي هو متلبس بالمعاصي والخطايا وبالشيطان كيلقاو داير به واحد الغمامة السوداء، ديما مقلق عنده اكتئاب. باش نزولوا هذا الاكتئاب ونزولوا هذا القلق كنزولوه بالآيات القرآنية اللي فيها شفاء من الرحمن. فنقول كل واحد ياخذ إناء ديال الماء ويستحضر النية ونقرأ كلام الله تعالى، وإن شاء الله تعالى ربي يفرج على الجميع. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم نقيم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم نبدأ بالاستغفار لعلنا نكون قد أذنبنا في حق الله تعالى وهو علينا غضبان وقد صد وجهه عنا، فنستغفره
سبحانه وتعالى لكي يتقبلنا في عباده الصالحين. فنقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثم أحصن المكان بإطلاق البخور. أعظم بخور وأعظم عطر هو الصلاة على رسول الله. لما نصلي على النبي ينطلق الريح الطيب على المكان. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ولفته. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما درأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن شر همزات الشياطين، وأن يحضرون. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، من شر خلق ودرأ وبرأ. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذي شر لا نطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، عليك توكلت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. اللهم إننا نعوذ بك من شر أنفسنا، ومن شر الشياطين، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو وإليه كل شيء، وتوكلت على الله الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرزاق من المرزوق، حسبي الله هو حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله من دعا، وليس وراء الله مرمى، حسبي الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. أقسم بالله العلي العظيم عليكم يا من في هذه الأجساد من جان أو شياطين، أن تخرجوا بأمر الله، أخرجوا بكلمة لا إله إلا الله،
اخرجوا من جميع الأجساد المريضة، اخرجوا بكلمة لا إله إلا الله، وإن أبيتم فعليكم غضب من الرحمن وعليكم الحرق إلى يوم الدين. اخرجوا بأمر الله تعالى، اخرجوا من الفم، اخرجوا من الفم بغير عودة بأمر الله الذي لا إله إلا هو. أسأل الله العظيم أن يشافي كل مريض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ذاق أمر إلا فرجه 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 الله. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.